بفكر والعمل يا اخوان اشتغل في المطعم عيد سؤالك. نعم. نزل صلاة الجماعة كما قال عبد الله بن سيدنا عبد الله بن سعود وقد رأيتمونا وما تخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق. هل نحن وتحكمنا مثلا أعمال بالنسبة للمطاعم هل نستطيع أن نغلق كل خمس مرات في اليوم ونذهب إلى الصلاة؟ هيا أخونا الكبير خجوف شيخنا هذا أخونا المريض أي ورانا أي ورانا في الفقه يا سيارة هاي اللي بعديها اللي ورا أيوه هاي شغلت أنا بشتغل في مطعم وهذا المطعم مشيري يعني أنا شغيل فيه أيوه. هل أستطيع أن أذهب إلى الصلاة في الجماعة في كل وقت وهذا يعني يؤدي إلى فصل من العمل أو سؤالك خطوة أنت تقول هل تستطيع كما لو قال لي واحد غيره أنا شيخ كبير يعني مثل حكايتي أنا هل أستطيع أن أصلي قائما أقول له ما يدريني أنت أدرى بنفسك فأنت بتقول هل تستطيع أن تصلي كل وقت المسجد صاحب العمل لا يسمع صاحب العمل لا يسمع لكن أنت تستطيع أم لا تستطيع إذا لما تقول هل أستطيع هذا خطأ في السؤال أنا عارف أنت ماذا تقصد لكن أنا قبل أن أجيبك عن سؤالك أريد أن أذكرك بأنه ينبغي عليك وعلى غيرك أن يحسن السؤال أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في عز شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمس أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في عز شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة معلمك يفصلك من عمله فماذا أفعل؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة وغيرها لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن معلمك يفصلك عن عملك ورزقك على الله وليس على معلمك هذا من جهة وجهة أخرى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هل تظن أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجد ولو ذاك المعلم يعني فصلك من عمله هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه أم إنه يرزقك من حيث لا تحتسب لا شك أن الأمر كذلك وما أظنك من أولئك الماديين المتهافتين على الدنيا والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة تظن لا يا أخي واحد لازم يتخذ الأسباب وربنا عز وجل بعد ذلك يرزق العباد نقول نعم لكن ما عند الله لا ينال بالحرام فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في معصية الرب وضع لك وضع طيب ولكن من إذا اشتغلت عن واحد غير مهم مع نفسي لا ما وضع لك الجواب أبدا لو كان الجواب وضع لك ما تستدرك وتقول ولكن وضع الجواب لكن كيف تقول ولكن غيره كذلك ويذهب بقوله ومن يتق الله ويرهد فيها أي لو كان وضع لك الجواب ما قلت هذا الكلام بارك الله فيك لو تركت هذا عملك الله يحسن لك عمل أحسن منك
ومن لو اشتبك نوعه لأنك اتخيت الله سبحانه وتعالى وبرضه نفس الشيء. اقرأ الآية. لو كنا نرى جواز أن تأخذ سبحة كنا منقول خذ السبحة وقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك وحين ذاك تحيد عن القول بأنه اصبروا علينا يا جماعة شوي. ما عليك تطلع شوي ماشي شيخ ماشي صبر ما في عند الناس الشيخ ما في صبر أبدا. لا بيكون هلا طلعت إنجارة هلا بيبدأ الزمر اصبروا شوي خذوا نفس. عن المخطوبة يعني هم يقولون هي تشتغل لغاية لما ترجع نباحنا نتصرفوا مع بعض. نتفق يعني. وفائدة انا مثلا رجعت سوف تحدث اشياء غير ذلك. مثلا يسمون مثلا على الشغل او شيء من ذلك. يعني بقول لكم هل انا يعني اكثر خطوبه ولا يا اخي انت ما عقدت ما يديك انت ما عقدت اعترافك ما عقدت ايه اشترط من قل لك هذا الشرط ان وافقوا فبها ما وافقوا والله بيغني عنها. يعني الله سبحانه وتعالى لا ارسم على لا يرسمني على تؤجر تؤجر الله يديك ليش يا اسمع في ناس قالوا ان انت خطبت تصلي سنتين حرام عليك لما بعد شو طلعت عملها هيك ليكون اصبر يا اخي ليكون هذا الرجل لا يفرق بين العقد وبين الخطبه. لا العقد كان في الكتاب خلاص صار الزوج. طيب ما دام ما صار الزوج صار شو بيهم انه من سنتين ولا من خمسه ولا من شهرين ما هي زوجتك. هذا ما كنت على عرض الناس اه يتقيد بالرب الناس.